شركة إيناس كوسميتيكس، شركة وطنية تأسست في 2001. احنا بدينا في وقت فات في سنوات التسعينات، بدينا بالاستيراد والتصدير، وفي سنة 2001 دخلنا في منظومة تاع الإنتاج. المنتوجات تاعنا مثل في العطور والمزيلات العرق، من بعد بدينا نطوروا المنتوجات تاعنا وكبرنا لاغام ودخلنا في لي برودوي فام ولي برودوي اوم في لي شامبوان ولي زابري شامبوان تو سكي سوا كابيلار. والحمد لله هي المشاركه الاولى تاعنا في الصالون هذا، موالفين شاركوا في تظاهرات اخرى، تظاهرات بالغرب الجزائري والتظاهره في الصالون الدولي لافور انترناسيونال دالجي توجور موالفين شاركوا فيها. اما الصالون تاع لا فام لهنا في الجزائر العاصمه سي لا بريمير، المقر تاعنا هنا في ولايه برج باريريج. الهدف تاعنا هو تعريف المنتوج تاعنا لهنا للمستهلك الالجيروا، دابين احنا باش نثبتوا للمستهلك باللي كاين منتوج محلي ذو جوده عاليه وعالميه اللي يقدر ينافس به المنتوجات الاوروبيه والمنتوجات المستورده. كاين نقاط بيع، كاين ريزو دو ديستريبيسيون، كاين موزعين اللي راهم كاين وهران، عنابه، بسكره، الجلفه، كاين عراقيل مع السياسه التقشف هذه اللي دايره فيها الدوله، كاين المنتوجات الاوليه، المواد الاوليه اللي تدخل حنا بوكو بليس المنتوجات الاوليه اللي تكون مستورده، كاين منتوجات تدخل في تركيب تاع المنتوجات تاعنا اللي ما تكونش متوفره لهنا في السوق الوطنيه ولازم حنا نستوردوها، كاين اللي يخرج بطريقه اللي يخرجوه للديستريبيوتور تاعنا يخرج، مي دوكا حنا الشركه هي اللي راح دير لوفا باش تصدر، كاين منتوجات اللي راهم اونكور رايحين نصدروهم، اللي راهم يتخدموا دوكا اكتويلمون وانا نهضر معاك، كاين منتوجات اللي راهم دوكا راهم يتخدموا رايحين يتصدروا، عندهم ديجا المشترين تاعهم في الخارج، اللي يقدروا يجيبونا العمله الصعبه، والله اول اليوم ما تقدرش تحكم عليه. اول يوم فيه تدشين، فيه السلطات المحليه وين يكون الغاشي، مازال ما كانش غاشي بزاف، كاين شويه حضور بصح ماهوش كيما رانا نستناو فيه، ان شاء الله يكون ويسمعوا بالافوار باللي راهي في قصر المعارض ويجيو ويزوروا ويشوفوا لو ستون تاعنا ويشوفوا المنتوجات المحليه الاخرى. حنا البرودوي تاعنا اللي رانا مبازين عليه سي بيان لي سوان كابيلار، عندنا لي شامبوان، لي زابري شامبوان، لي ماسك، لي سيروم، البيبي كريم اللي الناس كانت تعرفوا الوجه، حنا عندنا بيبي كريم اللي جديد راه في السوق، بيبي كريم للشعر. يونيفاريجيال المصنعة للمنتوج بيروز لانجة مناديل مبللة للأطفال لانجة أوميد. احنا شركة جديدة بدأت في 2017 جونفي 2017 بدينا الإنتاج، و في فيفري مارس بدينا التسويق تاع المنتوج تاعنا. احنا منتوج جديد في السوق الوطنية إن شاء الله. المقر تاعنا في الجزائر العاصمة في لابيروز. اليوم الاول والله غير انطباع مليح صافا، مالغري كان كاين شتا كاين لي زانطومبيري، راه اقبال راني نشوف كاين اقبال مليح للمعرض هذا، وان شاء الله يكون معرض ناجح. احنا مبازيين على البرودوي تاعنا سي لي لانجات بور انفون، لانجات بيبي مبازيين بوكو بلوس سي بور لا فام، باسكو لا فام الي بلو كونسيرني بار لو برودوي كو لونفون. لونفون سي كان كونسوماتور. استراتيجيه تاع الشركه تاعنا بون لا بريمير دي شوز سي تصنع منتوج وطني 100%، باسكو رانا في دوكا في حوالي 90% في منتوج وطني، تسمى بلي ماتيريو لوكو رانا نخدمو. والاستراتيجي تاعنا سي فار إيلارجير لا غام تاعنا، سي بوكو بلوس سي فار إيلارجير لا غام تاعنا، إي تاليتا سي ليكسبور، سي تصدير إن شاء الله للخارج إن شاء الله. الصعوبات في كلش كاين صعوبات، العراقيل ما نقولوش كاين عراقيل. مي الصعوبات كاينين، مي الحمد لله صافا رانا نتجاوزوا فيها، لا الحمد لله، بارك الله فيكم، لاشين هوغار، سي مبادرة حسنة من عندكم.
شركة جديدة مستقرة في الجزائر منذ جويلية 2007. دخلت بلاغام ديالها فيولا اللي هي يعني تقيس كل ما هو سوان كابيلار شامبوان ابري شامبوان سيروم اون كريم ويل اون كريم والماسك، يعني منتوج من نوعية رفيعة ذو نوعية رفيعة، يستعمل يعني كل المركبات اللي راهي يعني في الطوب تاع لا تكنولوجي ولا بوينت تاع لا تكنولوجي باسعار يعني اللي تنافس في السوق الجزائري. اول مره في صالون دخلنا بلاغام ديالنا فيولا كل ما هو شامبوان ابري شامبوان لو ماسك لويلون كريم وسيرومون كريم، ان شاء الله مشروع راه جاي في عن قريب ان شاء الله يطرحوا في السوق. وعندنا تانيك دخلنا بان بارفان ان بارفان دو اوت كاليتي اسمه بياج دو كريستال اوم اسمه جو كارت، يعني دي بارفان فريمون اللي ان شاء الله حيكونوا حاجه اولى في الصالون هذايا يعني وعلى السوق الجزائري. الصالون هذا مبازين على التعريف بالشركه ديالنا والتعريف على القدرات تاع يعني لا كاباسيتي تاع البرودكسيون سي لو نيفو ناسيونال، يعني كل ما هو سوان كابيلار يعني باش نزيدوا نطلعوا المستوى تاع الهدف ديالنا. قلت لك ان شاء الله افواغ اون بار دو مارشي ان شاء الله، يعني نعرفوا بلا ليماج دي مارك ديالنا فيولا خاصة وشركة اونيبال عامة، وحابين ان شاء الله يعني ندخلوا السوق الجزائري بقوة ان شاء الله، ولكن يعني بخطى ثابتة. حنا دوكا رانا في سور الجي رانا حاضرين الحمد لله، يعني لا ديستريبيسيون في الديتاي في لي كرون زونسان، رايحين ان شاء الله في سطيف وما جاوره رانا حاضرين، عنابة وما جاوره رانا حاضرين، شلف ولا يعني المحيط ديالها رانا حاضرين فيه تانيك. ان شاء الله بروشانمون في وهران نكونوا حاضرين، يعني والبرودوي صراحه الحق يعني كل اقطار الجزائر، لانه بالكاليتي تاعو بالسمعه ديالو بالثمن ديالو، لانه حنا رانا هنا باش نعرفوا بالمنتوج اولا، ولكن لقينا يعني سبحان الله كنا شغل هذا فخر لينا، لقينا بلي الناس يعرفوا ديجا البرودوي جاو قصدوه ديريكتور، يعني كي تجي تشوف هذه الاونه اللي هذه المرحله وهذه ليطاب اللي شفناها صغيره بالنسبه للبرودوي اللي جا جديد للمارشي، ولكن الحمد لله يعني كان رد فعل لاباس به. جميع انسان يعني تسويقي ولا اللي في التجاره يتمنى هذا الشيء. الحمد لله لقينا الناس عرفوا، لان يعني خدمنا ثاني على لي ريزو سوسيو رانا فيهم حاضرين فيسبوك يوتيوب انستغرام، كاين يعني مجهودات وان شاء الله باش نخدموا بطريقه تكون يعني طريقه متطوره باش نواكبوا هذا الامر. والله كان يوم اول وزيد جور تومان وجات شويه شتاء، الحمد لله ما شاء الله راك تشوف ملي قلعنا صباح جاو لي زوفيسيال الحمد لله، دوكا الناس راهي تحرك فيها موفمون، هادشي يعني مبشر بالخير اللي ان شاء الله يكون هاد الصالون ناجح ويكون رانا نشوفوا لي مارك. مع انه يعني الحاجه اللي تفرح في هاد لو صالون هدايا، مع انه حتى يعني الاستيراد راهو ناقص، بصح كي تشوف هاد لي برودوي واش كاين تحس بلي كاين مستقبل، لو مارشي مازالو فيرج وكاين يعني واحد النيه تاع عمل نيه تاع استثمار في الجزائر اللي ان شاء الله نتمناو الناس تطلع في الموضوع، ماشي حبطوا يعني باش ما بروفيتيوش من هذا الشيء، بالعكس سي لوكازيون باش نطلعوا لا كاليتي تاعنا. نوجه ميساج واش نقول لك الناس يعني ك لي فابريكون والا مسوقين والا مستوردين والا مستثمرين، يمنوا في البلاد، يمنوا في القدره تاع الشعب، ويمنوا في البرودوي تاعهم. خصنا التطوير، لي كاباسيتي كاينين لكن التطوير اللي خصنا، يعني الناس ماذا بينا يكون الايمان، الايمان اللي بداوا فيه جينيراسيون دي جينيراسيون راهم جدودنا وابائنا من قبل، يعني هذا ميساج نكملوا فيه. الانسان ما يشوفش غير يعني ك يشوف صاحبه ويطلع ويحبط له، يشوفوا كم برودكسيون هذا يدفع هذا، انا نخدم خير منك خذ هذا يخدم خير من هذا، ماشي نكسروا بعضنا بعض باش نبقاو حنا يا صحاح، لا هذا يطبع باش ان شاء الله نلحقوا النتائج ان شاء الله المرة. وعندنا لاكاليتي، راك درت في الصالون وشفت كاين امور ما تستناهاش من يعني برودكسيون ناسيونال والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا هذه شركة تاعنا الإحسان متواجدة في ولاية دو تيبازان رود دو فراطاي الحجوط. هذه الشركة عندنا من 2001 وحنا نخدموا في البرودوي هذا غاما بيو. هذا البرودوي طاليان
نخدموا المونتاج لهنا في الجزائر، وعندنا لي برودوي نخدموا لي سيشوار ونخدموا لي ليسون. نقاط البيع اللي متواجده لهنا في الجزائر عندنا في الجي سونتر، عندنا في الشرق الجزائر اللي هي ولايه العلمه، وعندنا في الغرب غليزان، عندنا الجي سونتر، عندنا الغواط، الجلفه، واتسوف. احنا ماذا بينا نخدموا على 48 ولايه، ورانا معولين ان شاء الله باش نخدموا الاكسبورت للدول الافريقيه، واذا كانت عندنا امكانيات والدوله الجزائريه تساعدنا. الحمد لله لحد الان برومي جو اللي دخلنا فيه لافوار، الناس راهي الحلاقين راهم يعرفوا الامرك تاعنا، وحنا رانا نسيو نوسعوها اكثر واكثر، وعندنا لي برودوي جدد دخلونا رانا نسيو نبروبوزيوهم لي كليون تاعنا، والحمد لله لحد الان في هذه الساعه. عندنا البرودوي جي بلس 7500 وجي بلس 7000 اللي هو سبيسيالمون لي صالون دي كوافير، وعندنا هدايا الريلاكس وموديل واحد اخر 555 اللي ان شاء الله راهم رايحين يدخلوا المارشي على واحد ديمو ان شاء الله. هذا فيه لابويسونس تاعو سخون، فيه 2500 واط وخفيف ما يعيش الحفافه كي تكون تخدم. الشركة متأسسة من 1982، هي شركة جزائرية. احنا متخصصين في ميدان العطور. حاليا عندنا لي كوفري، عندنا تاني لي بارفان، نخدمو اوضو بارفان اوضو تواليت، ونخدمو للرجال والنسائي، وعندنا تاني اوضو كولون والاو كيما هذا تاني تخرجنا كيما يقولوا جديد تاعنا تاني سي او بودي ميست. حاليا الحمد لله هي المشاركه هذا بدينا احنا الاول يوم، حتى الان مشاركه طيبه الحمد لله. الحمد لله المنتوج تاعنا معروف في السوق الجزائريه وعنده صدى جميع المنتوجات، وحنا معروفين فيما يخص مام كيما المنتوجات تاعنا جوتام، ولا مام في الذكور ولا الرجالي هوكار امبيسيون في الاكوا. عندنا الحمد لله المنتوجات تاعنا متوفره في جميع المناطق البيع في الجزائر. احنا نشاركوا في مثل هذا لي زيفانمون على جال نعرفوا بالمنتجات الجديده، نلحقوا المنتج للزبون، ثاني على جال باسكو لافوار دائما لي بري يكونوا هابطين، فوالا تبيع بالبري ديزين، دونك هكا تضمن باللي لو برودوي تاعك يلحق ديريكتومون الكونسوماتور فينال بلو ميور بري، دونك ما كاش ميور مويان باش لو برودوي تاعك يتعرف. حنايا لو بي تاعنا سيك لو برودوي تاعنا يلحق الاكبر عدد من الناس. عندنا اون نوفيل غام دي ديودورون جو تام، ديجا هاد لا مارك اللي اكزيست دوبي 1900 كالك بون، احنايا بدلنا برك الباكيجينغ باش نمشيو شويه مع فوالا يكون ان برودوي مودرن. وعندنا تن اون نوفيل غام تاع لي زوت بارفان، درنا عندنا دو ريفيرونس بور اوم و لو راست بور فام. بون حنايا اون باس بوكو بلوس على لي فام، على المنتجات النسائيه. لو برودوي معروف، لو برودوي تاعنا معروف في لو مارشي، وعنده الزبائن تاعو، عنده لي كليون تاعو، دونك بور لو مومون الحمد لله ما لقينا حتى صعوبات الحمد لله. هوني انستالي الناس يجي يعجبهم لو برودوي الحمد لله، سورتو لا نوفيل غام كامله عجبتهم الحمد لله. خويا بهذه المناسبه نتقدم تحياتي للمراه الجزائريه، ونقدم تحياتي للزوجه تاعي والام تاعي اللي هما يفون بارتي من المراه الجزائريه. يا خويا كل عام هما بخير، وان شاء الله نكونوا بخير ان شاء الله.
بوغ لو بيانيتر تاع لا فام الجزائريان الطموحات تاعها. ونحيوها بالمناسبه، نحيو كل النساء الجزائريه ونقولوا لهم رانا معاكم، رانا هنا. ماذا بينا يكونوا تري اكزيجونت، ماذا بينا ليكزيجونس هي اللي تلحقنا لا كاليتي وهي اللي تلحقنا يعني تخلينا بوسيو قدام. وعيدكم مبروك وان شاء الله العقوبه ال100 سنه ان شاء الله، وكل عام وانت يا مراه جزائريه وفحله وحره ان شاء الله. بالمناسبه هذه نعيي المراه الجزائريه اللي هي شيء عظيم عندنا احنا في الجزائر. لو كان يمشي هي احنا ما رانا ما كاش، باش كيقولوا كل مره رجل عظيم امراه وراءه امراه عظيمه. ونهنيها في هذه المناسبه. هي نورمال المراه عندها كما يقولوا 360 يوم تكون عيد المراه، ماشي كاين غير يوم واحد اللي نهديو العيد، العيد تاع المراه. نقول لهم باللي كامل عيد سعيد للجميع، النساء كاع نساء الجزائر والعالم كذا. 8 مارس بون 8 مارس سي لو جور دو لا فام كيما نقولوا. نهنيو كل نساء العالم، مي موا ميم بيان سور نهني روحي. بون فيت، بون فيت ا توس.